وقد قيل إن ثلاثة لا بد أن يعقلها كل أحد، أن يعلم أنه لا نجاة من الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولا سلامة من الناس مهما بلغت في العلم والحلم ولو أعطيتهم كل وقتك ومالك لن تسلم منهم، ولا راحة في الدنيا، محال أن تكون الدنيا راحة، لقد خلقنا الإنسان في كبد.